السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم ايكونوميست في الفيديو الجديد، الفيديو خاص بالمادة ديال البروبابيليتي الخاصة بالسمستر 2. هذا الكوريكسيون ديال الاكزام اللي هو سو فورم دو كي سي ام ديال البروف رشيدي ابوريك الخاص بكلية الاقتصاد ابن زهر اكادير. هذا الاكزام ديال سيسيون نورمال ديال 2018. على بركة الله نبدأ لكم الكوريكسيون ديال هذا الاكزام، ونتمنى انكم تستافدوا ان شاء الله من هاد لي ريبونس لي ندير. دونك على بركة الله نبداو بالكيسيون نيميرو 1. بوغ الكيسيون نيميرو 1 قالينا ان كيسيونير ا شوا ملتيبل، يعني واحد كيسيونير اللي هو كي سي ام ا شوا ملتيبل اوتوريزون اون سول ريبونس بار كيسيون كومبرون 15 كيسيون بور شاك كيسيون اون بروبوز 4 ريبونس بوسيبل. De combien de façons peut-on répondre à ce questionnaire? Donc, on a le QCM. On a le QCM, il fait 15 questions. Donc, il y a 1000 questions 1 jusqu'à la question 15. D'accord. Il y a la question, on a 4 réponses possibles. Il y a 4 degrés pour chaque question. Donc, on a maintenant 1, on a maintenant 1. القاو ب القاو سي القاو د. هادو هما لي غري لي كاينين. نتوما غادي تكشيو على اون سول ريبونس، هي اون سول ريبونس بار كيسيون. يعني هاد لي كيسيون كلشي راه كلشي نفس الشيء جيسكا الكيسيون 15. حتى الكيسيون 15 عندو هما دونك سؤال واحد جواب واحد اللي صحيح فهاد الكيستيونير هذا فهاد الكيستيونير. دونك اول حاجه ان شحال كتساوي هنا ان هما هاد لي شوا، هادو لي شوا اللي كاينين. ان كتساوي 4 و بي بي هو شحال من كروشي كندير. غندير 15 كروشي، يعني بي تساوي 15 لان خاصني نديرو 15 كروشي اللي خاصني نديرو. علاش؟ لان مثلا كوشي على 1 كوشي على 2 3 اكسيتيرا كندير كاش كوشي، ولكن ان عندي 4 ريبونس. دونك 4 ريبونس وعندي 15 كوشي، يعني عندنا ا بي سي دي اللي هما ان، غادي نختار 15 وحده. يعني مثلا في كيستيون 1 نقدر ندير ا، كيستيون 2 نقدر ندير بي، كيستيون 3 نقدر ندير مثلا ا ندير ا، كيستيون 6 نقدر ندير دي. يعني شنو كنلقاو؟ يعني كاين عندنا شحال من مره كنعاودوا في هاد سميتو. كاين بي كتساوي 15، بي كتساوي دونك ان كتساوي 4. شنو هو ان؟ هما لي شوا، يعني ا بي سي دي. او بي هو شحال من مثلا من حرف كنختار. مثلا شوا ا شحال من مره كندير ا فهاد لي 15 كيستيون مثلا بي. دونك هنايا لوغدغ مهم. هنا اول حاجه كنشوفوا لوغدغ انه مهم. علاش لوغدغ مهم؟ لانني باغ اكزومبل الا درت مثلا في كيستيون واحد درت ا، كيستيون جوج درت بي، كيستيون ثلاثة درت سي، ها شديت هاد لوغدغ. مثلا كاين بوسيبيليتي أخرى، مثلا كيستيون أ واحد درت بي، كيستيون جوج درت سي، كيستيون ثلاثة درت أ. دابا هنا لوغدغ مهم. علاش؟ لأن أ بي سي راه ماشي هي بي سي أ، ماشي بحال بحال، يعني لوغدغ مهم. أو سي ممكن ندير لا ريبيتيسيون، يعني كاين لا ريبيتيسيون. ممكن مثلا ندير مثلا هاد مثلا في كيستيون واحد ندير ا، كيستيون جوج ندير ا، كيستيون ثلاثه ندير ا اكسيتيرا، كلشي ندير فيهم ا، يعني الريبيتيسيون كاينه. دونك هنايا عندنا لوغدغ مهم ولا ريبيتيسيون كاينه. دونك باش غنخدمو؟ غنخدمو بان اوس بي، يعني 4 اوس 15. دونك 4 اوس 15. دونك لا بون ريبونس هي 4 اوس 15 هي ا، هي 4 اوس 15. دونك هو التفسير ديالها. دابا كيستيون 2. كيستيون 2 ان اوتوكار كومبورت 8 فواياجور ديسير دي ستاسيون. دونك عندنا 8 ديال عندنا واحد لوتوكار، مثلا واحد الكار، الكار هو كار باغ اكزومبل. هاد الكار هذا فيه واحد الكار في 8 ديال لي فواياجور، 8 ديال لي فواياجور، فواياجور 1 فواياجور 2 3 4 6 7 8 8 ديال لي فواياجور. دابا هاد الكار عندنا 10 ديال لي ستاسيون،
10 ديال لي ستاسيون دونك 10 ديال المحطات دونك عندنا محطه 1 محطه 2 محطه 3 محطه 4 محطه 5 محطه 6 محطه 7 محطه 8 محطه 9 والمحطه 10 دونك 10 ديال المحطات دونك بغينا حنا نعرفوا لو نومبر دو فاصون ديفيرونت ردوا البال différente يعني ميكي يقول لي différente يعني la répétition يعني عفوا ماشي différente عفوا يعني قال لنا différente le nombre de façons différentes d'organiser les descentes le nombre de façons différentes d'organiser les descentes donc هنا نتبعوا مزيان معنا باش تفهموا قلنا عندنا واحد الاوتوكار في 8 ديال لي فواياجور وعندنا 10 ديال لي ستاسيون بغينا نعرفوا شحال النومبر دو فاصون ديفيرونت واخا تشوفوا دابا هاد كلمه ديفيرونت راه ما كتعنيش زعما راه واسون روميز لا افيك روميز عندها معنى اخر يعني شنو هما لي بوسيبيليتي اللي كاينين لي بوسيبيليتي مختلفين اللي كاينين هادشي اللي المعنى ديالها دونك مثلا هادو 800 لي فواجو نو ستاسيون 1 بوتيتغ في ستاسيون 1 في ستاسيون 1 يقدر ينزلوا بثمانيه هم يقدر ينزل الفواياجو 1 2 3 4 5 6 7 كلشي هم يقدر في ستاسيون 1 ما ينزل حتى واحد يقدر مثلا في ستاسيون 1 ينزل غير واحد والاخرين مثلا هاد ينزل في ستاسيون اكسيتيرا يعني راه ممكن تكون لا ريبيتيسيون يعني ممكن تكون لا ريبيتيسيون كيفاش ممكن تكون لا ريبيتيسيون يعني مثلا ممكن انهم ينزلوا مثلا واحد ينزل هنا وينزل مع الاخر هنا حتى هذا ينزل هنا ينزل مع الاخر هنا يعني كاين لا ريبيتيسيون ممكن تكون دونك هنا واش لوغدر مهم ولا ماشي مهمش لوغدر لوغدر مهم حيت الا نزل مثلا نسمو هذا مثلا فواياجور ا وهذا الفواياجور بي مثلا الا نزل الفواياجور ا في ستاسيون 1 والفواياجور بي في ستاسيون 2 راه ماشي هي ماشي نفس المعنى ديال ان نزل الفواياجور بي في ا في 1 والفواياجور هذا في ا يعني ماشي نفس المعنى يعني لوغدر مهم ولا ريبيتيسيون ممكن تكون لا ريبيتيسيون تقدر تكون لا ريبيتيسيون حيت مثلا ممكن في نفس ستاسيون مثلا لقاو مثلا ان ا بي سي دي كلهم نزلوا دونك الطريقه باش غنخدموا هي بهادي دونك عندنا ان كتساوي 10 وعندنا اش عندنا بي كتساوي 8 دونك يعني النتيجه هي 10 اس 8 دونك 10 و 600 دونك اللي هو صح هو سي دابا كيسيون نيميرو 3 ان اوتوكار كومبرون 8 فواياجور نفس الكيسيون دابا سي ان فواياجور ديسون بار اري يعني فواياجور واحد فقط اللي وقف سميتو يعني ما كايناش لا ريبيتيسيون اللي مثلا ا ينزل في واحد بي غادي ينزل في جوج سي انزل ثلاثين يعني ما كنلقاوش لا ريبيتيسيون حيت امبوسيبل مثلا لقاو مثلا في واحد ينزل ا و بي و سي و دي اكسيتيرا نو كنلقاو ان سولاري باغ ستاسيون يعني مثلا واحد ينزل فيه ا بي ينزل فيه جوج ينزل فيه بي يعني ما كنلقاوش لا ريبيتيسيون دونك لا ريبيتيسيون ما كايناش هنا لوغدر مهم هنا لوغدر مهم ولا لا مهم لوغدر يعني باغ اكزومبل عندنا جوج ثلاثه اكسيتيرا قلنا ا نزل في الاولى بي نزل في الثانيه سي نزل في الثالثه اكسيتيرا راه ماشي هي راه ماشي نفس المعنى ديال ان مثلا بي نزل في الاولى و ا نزل في الثانيه يعني لوغدر مهم دونك عندنا لا ريبيتيسيون ما كايناش يعني سون غوميز و لوغدر مهم دونك غنخدموا بلارونجمون ارونجمون بي ان دونك يعني هي ا 8 من 10 دونك الجواب الصحيح هو دي دابا كيسيون 4 اون ريونيون دو لا كاف روغروب سي ريبريزونطون دو سي بيي افريكان ils ont constitué un comité de 3 membres pour le suivi de l'organisation de la coupe d'Afrique des Nations le nombre de façons différentes de former ce comité donc et quoi donc هنايا عندنا ست ديال لي بيي عندنا c'est-à-dire les pays africains. Par exemple, on a le Maroc, on a la Tunisie, on a par exemple l'Algérie,
عندنا باغ اكزومبل ليجيبت، عندنا باغ اكزومبل لو كامرون، ونون سوبوزون باغ اكزومبل عندنا لو نيجيريا، هاد لي سي بيي افريكان، دونك ست ديال الدول الافريقيه هما le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, l'Égypte, le Cameroun et le Nigeria. Donc, هاد الدول هادو منهم بغينا نختاروا واحد لا كوميتي اللي فيها ثلاثه ديال الدول من هادو. يعني شنو هما هاد لي كوميتي؟ يشدوا ثلاثه الدول من هادو باش نديروا لا كوميتي. دونك هنايا باش غنخدموا، غنخدموا بلا كومبينيزون. علاش غنخدموا بلا كومبينيزون؟ حيت لوغدغ ماشي مهم، حنا بغينا غير ثلاثه الدول، لوغدغ ماشي مهم. سوا قلت مثلا ماروك تونيزي الجيريا، راه بحال هي نيت الجيريا تونيزي ماروك، بحال بحال. المهم اختاروا غير ثلاثه. دونك هنايا غنخدموا بلا كومبينيزون، يعني لوغدغ ماشي مهم. دونك هنايا واش عندنا لا ريبيتيسيون ولا ما عندناش لا ريبيتيسيون؟ راه قال شوف قراو، قال لك دو فاسون ديفيرون، يعني ما كاينش لا ريبيتيسيون. يعني امبوسيبل مثلا ندير ماروك ماروك ماروك، نختاروا الماروك اصلا كاين غير المغرب واحد. دونك يعني لا ريبيتيسيون ما كاينش. دونك عندنا لوغدغ ماشي مهم ولا ريبيتيسيون ما كاينش. دونك غنخدموا بلا كومبينيزون، لا كومبينيزون بي ان، لا كومبينيزون بي ان. يعني عندنا بي ان كتساوي ان كتساوي 6، و بي بين نختاروا ثلاثه ديال الدول، دونك هي سي 3 من 6. دونك الا جينا حسبناها عطاتينا 20. دونك الجواب الصحيح هو دونك عطاتينا 20. دونك فين 20 ما كاينش، دونك اوكان ريبونس. الجواب الصحيح هو سي 3 من 6، هذا راه 6 ماشي 60. سي 3 من 6 تساوي 20، سي 3 من 6 كتساوي 20. كيسيون سويفونت، laquelle des affirmations suivantes sont vraies? Je mets affirmation les catégories comme vraies. Réponse numéro 1. Deux événements A et B incompatibles de probabilité non nulle peuvent être indépendants. Ou est-ce que c'est vrai ou pas? Je vais vous expliquer. Il est vrai que nous avons deux événements sont indépendants. يعني ان خاص اش خاص لا بروبابيليتي دو ا انتر بي خاصها تكون ايغال ا زيرو. فهم لا بروبابيليتي دو ا انتر بي ايغال ا زيرو، او باش تكون لا بروبابيليتي دو ا ايغال ا زيرو شنو كتعني؟ كيعني ان اما لا بروبابيليتي دو ا ايغال ا زيرو ou la probabilité de B égale à 0. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Parce que la probabilité de A est égale à 0, il faut que l'un des deux soit égal à 0. Il faut que l'un des deux soit égal à 0. Donc, c'est la condition. Mais qu'est-ce qu'on a dit ici? On a dit de la probabilité non nulle. C'est ce qu'on a dit. Non nulle. Non nulle. Il y a dit qu'on a dit P de A ra 4 0 ou P de B ra 4 0. P de A 4 0 P de B 4 0. Bjoujoum ki khalfo 0. Yak, mfoum. Daba, on se pose au matalin bi annahom hado, ce sont des probabilités de nul. Yani ki tu vas mettre juge nul. Yani il a kano, il a kan daba nul, il a kan nul. La matalin sawa likom hadi, hadi ma tchoufouhach. شوفوا مثلا هذه، مثلا عندنا بي دو ا ولا بي دو بي، واحد فيهم نول، سوبوزو واحد فيهم نول، ويعني ان هادو انكومباتيبل. دونك اوتوماتيكمون الا جينا نتاكدوا بانهم واش انديبوندون، خاص لا بروبابيليتي ديال هادي ايغال اش، هي البروبا دو ا فوا لو بروبا دو بي. دونك ان قلنا حنايا ان وحده فيهم نول، سوبوزو مثلا ان هادي زيرو، يعني كل كسوا بي راه ان اش البروبابيليتي دو انترسيكسيون دو او راه كتساوي زيرو، او ميم طون كتساوي هادي في هادي، يعني انهم انكومباتيبل او ميم طون انديبوندون. ولكن شنو هو الكونديسيون؟ خاصها تكون دو بروبابيليتي نول، وحده فيهم تكون نول. ولكن هو كاتب لكم هنا دو بروبابيليتي نون نول، يعني بروبابيليتي نون نول يعني ان هادي راه كتخالف هاد الزيرو هذا، يعني ما يمكنش تكون تساوي زيرو. يعني شنو؟ يعني ان هذيك لافيرماسيون راه خطا، خاصها باش يكون دو زيفينمون ا اي بي انكومباتيبل
او ميم تو انديبوندون خاصهم يكونوا دو بروبابيليتي نون نيل يعني واحده فيهم ايكا ا زيرو يعني ان ا خطا بي بي كتقول لك سي ا اي انكلي دون بي سي ا اي انكلي دون بي دونك قلنا بان سي ا انكلي دون بي alors la probabilité de b sachant a égale à 1 donc باش تفهموا مزيان نشرح لكم اول حاجه شنو كتعني بان ا انكلو دون بي ضمن ب يعني ان هذا هو لونسومبل بي هذا هو لونسومبل بي كلشي هذا الكبير هو لونسومبل بي ها هو لونسومبل بي كلشي هادشي دونك ا انكلو دون بي يعني ان ا هي هادي ان ا ضمن ب دونك الى جينا نحسبوا لا بروبابيليتي دو ا انتر ب التقاطع ديالهم شنو التقاطع ديالهم ولا العناصر المشتركه غنلقاو التقاطع ديالهم هو نيت هو نفسه بي دو بي دو ا هذا هو التقاطع ديالهم لان ا راه ضمن ب لان ا شنو العناصر المشتركه العناصر المشتركه هما كيمثلوا دوك العناصر اللي كاينين في ا يعني ان البروبابيليتي دو ا انتر بي هي نفسها البي دو ا علاش لان ا راه ضمن ب لان ا بي مثلا نسبوزون مثلا بي في هاد الارقام 1 2 3 4 5 6 مثلا و ا مش كيتكون كيتكون 1 2 3 دونك شنو هو التقاطع ديالهم هو نيت هاد 1 2 3 يعني هادو نيت راه هما يعني نيت راه هادو كيمثلوا التقاطع ديالهم هو نفسه مفهوم حنا قال لك لا بروبابيليتي دو ا ساشون دونك شنو قال لنا لا بروبابيليتي دو بي ساشون ا عفوا دو بي ساشون ا كنعرفوا ان حساب العلاقه ديال لا بروبابيليتي كونديسيونيل هي شنو كتساوي هي لا بروبابيليتي دو ا انتر بي مقسومه على البروبابيليتي دو ا هذه العلاقه ديالها ياك دونك حنا عندنا ان ا انتر سي ان انكلو دون بي يعني ان هذه اش لقينا فيها هي بي دو بي دو ا ها هي العلاقه مقسومه على بي دو ا بي دو ا مقسومه على بي دو ا هي واحد هاي خرجت لنا واحد دونك يعني ان هاد لافيرماسيون راه صحيحه سي ا انكلو دون بي الوغ بي 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 ساشون ا ايغال ا دونك هادي سوا ا اي بي دو زيفينمون انكومباتيبل الا كانوا انكومباتيبل لانتيرسيكسيون ديالهم شنو كيساوي كيساوي زيرو ماشي بي دو ا بي دو بي يعني هادي خطا دون لا لوا دو بوانسون موان اي فاريونس سون ايغال معروفه موان دو بوانسون لا لا موان هو l'espérance l'espérance mathématique de x égale à lambda حتى la variance راه كيساوي lambda donc n b صحيح donc b et d صحاح دابا نشوفو les questions suivantes هو الكيستيون نيميرو 6 question numéro 6 donc une urne واحد السله مثلا contient 3 boules عندنا واحد l'urne في 3 بول دونك 3 روج يعني روج 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 و 4 بول نوار 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 اي دو بول بلانش انديسيمابل او توشي دونك دو بلانش بلانش جوج بلانش بلانش اي بلانش دو بلانش قال لك انتر سكسيسيفمون اي سون روميز دونك ملي كتسمعوا كلمه سكسيسيفمون او سون روميز راه بيان سور كتعني l'arrangement dit mais successivement un syndrome c'est qu'on a l'arrangement P de N معروفة يعني هذه باش غنخدمو donc عندنا دو بول دو بول عندنا N شحال كتساوي N هو شحال من الكره كاينه في الاغن N راه كتساوي 9 و P هي هاد شحال كنهزو من الكره عفوا هذه كتساوي 9 و P هي 2 donc غنخدمو بالارانجمون معروفة دابا نشوفو donc يعني ان كاردينال دو اوميغا هما لي بوسيبيليتي لي كاينين و البوسيبيليتي باش كنجيبهم تنجبدوهم بالارونجمون هي ا جوج من 9 دونك ا جوج من 9 فهم من بعد نسبوها دابا نشوفو هاد ليفينمون ليفينمون الاول قال لك لا بروبابيليتي دوبتونيغ اون بول نواغ اي اون بول روج اون بول نواغ اي اون بول روج اون بول نواغ اي اون بول روج يعني نجبدو كره كحله كره حمراء دونك هنايا حنا عندنا سكسيسيفمون اي سون روميز
شوف واحد مزيان سيكسيسيفمون اي سون روميز يعني ما كان يعني كنزو داك الشيء سيكسيفمون وحده بحده يعني ما كنردوش الكره يعني جينا بدينا بالاكسبيريونس الاولى هي الاكسبيريونس الاولى يعني الاكسبيريونس الاولى اون سوبوزون مثلا نقدروا نلقاو فيها باقي اكزومبل هذه كره كحله يعني مثلا الاكسبيريونس الاولى هزينا كره كحله دونك يعني سي واحد من ربعة هاي سي واحد من ربعة هزينا كره من ربعة عفوا ماشي كحلات هي ربعة سي واحد من ربعة حيت كاين 4 نوار والاكسبيريونس الثانيه سيكسيسيفمون مثلا الثانيه لقينا فيها روج يعني شحال كره روج اللي عندنا ثلاثة يعني سي واحد من ثلاثة دونك حنا عندنا قال لك اي كنعرفوا ديما الا كان اي راه كنتكلموا على الانترسيكسيون يعني الضرب يعني شنو اش كيساوي هذا ليفينمون هو سي واحد من ربعة مضروبه في سي واحد من ثلاثة دونك هذا هو الكاردينال ديال هذا ليفينمون نقسموا على كاردينال اوميغا دونك يعني شنو كيساوي ماشي عفوا راه ماشي سي راه عفوا ديزولي راني غلطت هنا اعتذر راني راه كتبت ديزولي هنا راه لارونجمون ديزولي راه غلط انا كتبت لارونجمون غير مع التلفاح ديزولي دونك يعني ا واحد من ربعة دونك هنايا ا واحد من ثلاثة دونك ا واحد من ربعة ا واحد من ثلاثة دونك هذا هو اللي كاين مفهوم دونك الى جينا نحسبوا لا بروبابيليتي دونك الى نجي نحسبوا لا بروبابيليتي كيفاش نحسبوها غنشدوا ا واحد من ربعة مضروبه ب ا واحد من ثلاثة مقسومه على ا جوج من تسعود دونك هذه هي لا بروبابيليتي دونك الى جينا حسبناها بكالي دونك نستعملوا اله حسب الحسبوا غنلقاو كتساوي 12 على 72 اللي كتساوي 1 على 6 دونك هذا هو الجواب الصحيح 1 على 6 دونك 1 على 6 ها هي الجواب الصحيح هو السي دونك هي الطريقه باش جبتها هي ا واحد من ربعة لان بول نوار شنو هو البوسيبيليتي باش نجبدوا بول نوار هي واحد ا واحد من أربعة مضروبه حيت عندنا اي وبول روج بول روج نجدوا واحده من ثلاثة حيت عندي ثلاثة روج وكنقسم على الكاردينال دو اوميغا اللي هو ا جوج من تسعود حيت كنجبدوا جوج من تسعود لان عندنا سيكسيسيفمون اي سون روميز دونك هذه العلاقه باش جبتها دابا نشوفوا كيستيون 7 كيستيون 7 اون اورن كونتيان 3 بول اون اورن كونتيان 3 بول روج 4 بول نوار دو نفس يعني نفس ليكزومبل دابا اون تير سيكسيسيفمون اي سون روميز دو بول دون لورن لا بروبابيليتي دوبتونير دو بول نوار دونك هنا بغينا نجبدوا دو بول نوار دونك دو بول يعني لو بول نوار يعني ا جوج من ا جوج من ربعة حيت عندنا ربعة ديال لي بول نوار خاصنا جوج جوج من ربعة دونك ا جوج من ربعة مقسومة على ا جوج من تسعود كاردينال دو اوميغا دونك الى جينا نحسبوا هادي غتخرج لينا حتى هي 12 على 72 كتساوي لنا 1 على 6 دونك 1 على 6 حتى هي دونك الجواب الصحيح هو سي 1 على 6 نفس ليكزومبل اون اورن كونتيان 3 بول اكسيتيرا دابا اون تير سيكسيسيفمون سو روميز دو بول دون لي لا بروبابيليتي دو اوبتونير دو بول ايدونتيك ان نلقاو دو بول ايدونتيك يعني كيفاش دو بول ايدونتيك يعني اما نلقاو جوج نوار او ان او جوج مثلا روج او جوج بلونش يعني كاينه او ديما ملي كتكون او يعني كنستعملوا الزائد شنو هو البوسيبيليتي ديال هادي هي ا جوج من ربعة حيت عندنا ربعة ديال لي نوار هادي هي ا جوج من ثلاثة حيت عندنا ثلاثة ديال لي روج وبالنسبة لهادي هي ا جوج من جوج حيت عندنا جوج ديال لي بلونش ها هما لي بوسيبيليتي ديال وحده كلشي هادشي غنقسمو على الكاردينال دو اوميغا ا جوج من تسعود دونك الطريقه باش نجبدوها نشدو ا جوج من ربعة ديال لي نوار زائد ا جوج من ثلاثة ديال لي روج زائد ا
جوج من جوج ديال لي برونش غنقسمو على لي بوسيبيليتي كاينين هما الكارديان تاع اوميغا هو جوج 90 دونك هذا هو الجواب حيت قال لك ايدونتيك يعني اما غادي يكونوا بجوج كحلين ولا غادي يكونوا بجوج حمرين ولا غادي يكونوا بجوج بيضين مفهوم دونك نجي نحسبوا هادي غتخرج لينا 17 على 72 نحسبوها غتخرج لكم 17 على 72 هادي هي النتيجه 17 على 72 دونك 17 على 72 دونك ما كايناش يعني اوكان ريبونس المهم على حساب الحساب اللي حسبت خرجت ليا 17 على 72 نتوما تاكدوا من الكالكول المهم هي لا فورميل باش غتخدموا دابا كيستيون نيميرو 9 سي ا اي بي انديبوندون سي ا اي بي انديبوندون يعني قال لك ان ا او بي انديبوندون يعني ان بي دو ا انتر P de A inter B, et là, c'est P de A fois P de B. C'est ma roue. C'est un énorme indépendant. Donc, on a la probabilité de A union de B, et c'est B, et par la comme ça. Ou la probabilité de A bar, complémentaire de A, c'est la comme ça. On a ce P de B. Donc, on a bien P de A, A ou B sont indépendants. Donc, on a dit, on a la probabilité de l'événement complémentaire de A, c'est ça, oui, 3 à la 5. Maintenant, on a la probabilité de A union de B, c'est B, c'est ça, oui, 4 sur 4, c'est 4 à la 5. Oui, 4 oui, 4 à la 5. Donc, on a dit, on a dit, P le B, c'est ça, oui. دونك حنا كنعرفوا واحد العلاقه كتقول لك ان بما انهم انديبوندون يعني ان ا انتر بي راه تساوي ليا هي لا بروبابيليتي دو ا زائد لا بروبابيليتي دو بي ناقص لا بروبابيليتي دو ا انتر بي دونك يعني هادي عندنا القيمه ديالها هي 4 على 5 La probabilité de A, on a obtenu la complémentaire. On a fait un P de A, il y a 1 moins la probabilité de la complémentaire de A. Zaid P de B, on a fait un moins la probabilité de A. C'est un indépendant. Donc il y a la probabilité de A fois la probabilité de B. On va faire la probabilité de B. Donc, حسبوا يعني 4 على 5 هذه شنو هي هي 1 ناقص 3 على 5 1 ناقص 3 على 5 يعني هذه بي دو ا 3 على 5 هي 2 على 5 زائد بي لو بي هذه راه نيت راه حسبناها لقينا 2 على 5 دونك 2 على 5 في بي لو بي دونك هذه تمشي للطرف الاخر يعني 4 على 5 ناقص 2 على 5 تغير الاشاره ديالها P de B ناقص 2 على 5 P de B هي 3 على 5 P de B دونك يعني أن 2 على 5 كتساوي 3 على 5 P de B دونك يعني الشيء كيكافئ ليا بأن P de B هي نشدو هادي نضربوها في هادي يعني تعطينا هي دونك نحسبوها تعطينا 10 على 15 دونك 10 على 15 إلا اختزلنا ب بخمسة تعطينا جوج على ثلاثة دونك هادي هي لا بروبابيليتي دو بي جوج على ثلاثة دونك جو فو لا بون ريبونس جوج على ثلاثة دونك هي بي هاهي جوج على ثلاثة بي كيسي نوميرو 10 دونز اون فيل دونز اون فيل لا بوبيلاسيون ا دي شوفو برو لا بوبيلا 40% دو لا بوبيلاسيون ا لي شوفو برون عندهم شوفو برون يعني برون 25 les yeux marrons comme ça je suis bien les yeux marrons et 15% ces deux caractères donc il y a mais c'est pas là attends lina bien non maintenant on se met un cheveu brun on se met à b l'événement cheveu brun b l'événement des yeux marrons se met m au bien c'est pas là les deux caractères c'est à dire la catégorie H b inter m b inter m دونك شنو عطاونا في المعطيات المعطيات عطاونا لا بروبابيليتي دو بي اني شوفو برون كتساوي 40% يعني 0.4
وعطانا لا بروبابيليتي ديال زيو مارون مثلا ام كتساوي 0.25. وعطاونا هذه شنو كتعني هذه 15% سي دو كاركتر هي لي دو ا لا فوا لي دو ا فوا ديما هو الانترسيكسيون يعني ان بي انتر ام دونك كتساوي 15% يعني 0.15 دونك عندنا هاد لي كالكول هادو. دونك السؤال قال لك اون شوازي اون بيرسون او هازار كيلي لا بروبابيليتي كو سيت بيرسون ني ما عندوش ني لي شيفو برين ني لي شيفو لي زيو مارون ني يعني هو الكومبليمونتير ني سكين يعني نحسبوا لا بروبابيليتي يعني ما عندوش شيفو برين يعني بيبار اي يعني انترسيكسيون ما عندوش لي زيو مارون يعني ام بار. نحسبوا هادي دونك هادي شنو كتساوي هي على حسب داكشي اللي كنعرفو العلاقات اللي كنعرفو ديما هي la probabilité de b bar زائد la probabilité de m bar ناقص la probabilité de la réunion ديالهم جوج يعني b bar réunion de m bar تحت. دونك هذه العلاقه اللي كنعرفو ديما دونك يعني هذه اللي كنقلبوا عليها probabilité de b bar inter m bar دونك هذه ممكن نحسبوها لانه عطانا لا بروبابيليتي دو بي هذا لا كومبليمونتير دونك كومبليمونتير شنو هو هو واحد ناقص هذا يعني هو واحد ناقص لا بروبابيليتي دو بي ها هي الاولى زائد ام بار هي واحد ناقص لا بروبابيليتي دو ام زيو مارون ها هي. بالنسبه لهذه شنو كتساوي هنايا كاينه واحد العلاقه اللي كتقول لك بان هاد العلاقة كتقول لك أن لا بروبابيليتي دو أ بار انتر دو بي بار هادي شنو كتساوي هي واحد هادي راه كاينة في الكور واحد ناقص لا بروبابيليتي دو أ انتر بي. دونك هاد العلاقة كاينة في الكور العلاقة كاينة دونك غنجيو نطبقوها هنايا يعني أن لا بروبابيليتي دو بي بار réunion de M bar raya 1 ناقص la probabilité de B inter M هاكا نكتبو الى هادي ديجا عندنا دونك الى جينا نحسبو دونك يعني 1 ناقص 0.4 هي 0.6 زائد 1 ناقص 0.25 هي 0.75 ناقص هادي 1 هادي عطينا 1 دونك هادي هي 0.15 ناقص 0.15 دونك غنجيو نحسبو دونك 0.6 زائد 0.6 زائد 0.75 هي 1.35 ناقص 1 ناقص 0.15 هي ناقص 0.85 دونك غتخرج ليا النتيجة هي 0.5 دونك النتيجة الصحيحة هي 0.5 دونك هذا هو الجواب الصحيح 0.5 دونك 0.5 يعني الجواب الصحيح هو أ ها هو 0.5 هذه هي الطريقة. دابا نمشيو للكيستيون نيميرو 11 بوغ لو كيستيون نيميرو 11 عندنا قال لك دون اون فيل 40% دو لا بوبيلاسيون ا لي شيفو برون نفس يعني نفس ليكزومبل يعني نفس هادشي اللي خدمنا دابا هنايا هاد المعطيات اللي عندنا هنايا عندنا probability de brun 0.4 probability de marron 0.25 et la probability de b inter m 0.15 بجوجهم تلقى وحده. دابا on y choisit personne au hasard quelle est la probability qu'une personne avec des yeux marrons et les cheveux bruns et les cheveux bruns هاد كلمه اي كتعني sachant ان عنده des cheveux bruns donc عنده yeux marrons sachant ان عنده des cheveux bruns donc un des yeux marrons sachant un nombre de cheveux bruns يعني نحسبوا اش نحسبوا la probabilité ان عنده des yeux marrons sachant que les cheveux sont bruns هاي هذه اللي نحسبوا donc la probabilité de m sachant b هذه معروفة العلاقة هي la probability de
B inter M على la probabilité de B. Donc هي دونك هذه هي 0.15 على 0.4 0.15 على 0.4 نحسبوها هذه راه 0.15 هذه probability de B هي 0.4 زدنا 0.375 0.375 يعني ما كاينش يعني اوكان ريبونس ما خرجتليش خرج ليا 0.375 دونك هادشي اللي فهمت انا من خلال هاد الكيستيون هذا يعني نشوفو بيرسون افيك دي زيو مارون اي لي شوفو برون دونك اون برون كيستيون 12 اون برون او هازار اون ميم طون 3 امبول دون ان لون دو 15 دون 5 سون ديفيكتيوز calculer la probabilité de l'événement suivant. Exactement, une ampoule et non défectueuse. Donc, on a ce que nous avons fait. Nous avons fait une petite n kibira, qui est 15, c'est 15 pièces. 15, donc 3, donc 15 ampoules, 15 pièces. Donc, on a fait l'échantillon de 3 ampoules, c'est une sgera, qui est 15. échantillon ديال 3 نختاروا غير واحد الايشانتيون ديال 3 دونك من هاد 15 كاين 5 ديفيكتيوز و 10 نون ديفيكتيوز صرا ديفيكتيوز صرا نون ديفيكتيوز دونك يعني هنايا يعني راه كاين المهم بروبابيليتي مثلا ديال هادي ديفيكتيوز هي 5 على 15 يعني 1 على 3 ولا بروبابيليتي ديال هادي هي 10 على 15 2 على 3 3 دونك شنو كتلاحظوا عندنا واحد البوبيلاسيون وكنشدوا واحد لي شونطيون عندنا واحد دو شوا بوسيبل دو ريزلت بوسيبل سواء كتكون ديفيكتيو سواء كتكون ديفيكتيو دونك هذا لوا اي بير جيومتريك دونك اكس سوي اون لوا اي بير جيومتريك Donc, il va perdre mais c'est quoi qu'il n'a exactement une ampoule et non défectueuse. Une ampoule non défectueuse. Donc, un double hello, une ampoule non défectueuse. Il y a un tableau, il y a la probabilité de succès, ou la probabilité de l'échec, ou la probabilité Donc, il y a un dilo X, suit, il va perdre géométrique, donc de 15, 3, ou la probabilité ou un enjibdo défectueuse non défectueuse donc parce qu'on non défectueuse je l'ai l'état donc je l'ai l'état d'abord calculer exactement la probabilité de une de gagner ce beau puis du x égale à 1 alors la radiale la loi géométrique qu'est ce que c'est oui les y a c quand je dis c 1 c 1 من دونك غنشدو هاد 15 نشدو ان كبيره كنضربوها في 2 على 3 دونك 10 دونك فوا اش سي دونك هاد دونك شدو ان ناقص ك ان ناقص ك ان هو 3 3 ناقص 1 هي 2 دونك كنشدو ان كبيره اللي هو 15 كنضربوها في 1 ناقص بي في 1 على 3 هي 5 وبالنسبه لهادي كنديرو سي n صغيرة 3 من 15 دونك هذه هي العلاقة دونك إلى جينا نحسبو هذه نديرو على كالكول جينا حسبنا دخلنا 0.219 دونك هذا هو الجواب الصحيح يعني 0.219 يعني هو خرج لنا 0.219 يعني أوكان ريبونس 0.219 هو راه دار لكم هنايا 0.0219 دونك هذه خطأ دونك كيستيون 13 Question 13, donc la même chose. On prend un hasard, en même temps, 3 ampoules dans un lot de 15, dont 5 sont défectueuses. Sont défectueuses. D'abord, on a calculé la probabilité de l'événement suivant. 3 ampoules sont défectueuses. Donc, on a qui va starter
لوا ايبر جيومتريك حنا كنعرفوا ان الوا ايبر جيومتريك امتى كيكون امنا الى عندنا واحد تيغاز اللي هو سيمولتانيمو في اني واحد هو مسطر لكم على هنا او ميم طون يعني سيمولتانيمو وكيكون ايضا سور روميز سور روميز يعني راه ما كنعاودوش نردو سميتو كنجدو تنزو 3 بول في دقه واحده عفوا 3 اون بول دقه واحده دونك هذا لوا ايبر جيومتريك راه معروف لوا ايبر جيومتريك دابا هنايا في هذه اللوكه هذه ان لوا ايبر جيومتريك دابا نشدو اش انهم يكونوا ديفيكتيوز يعني ان اكس سوي لوا ايبر جيومتريك دو 15 3 ولكن هنا بغينا ديفيكتيوز شنو هو لا بروبابيليتي ديفيكتيوز واحد ثلاثة دونك قال لي كالكيلي سويفور لي 3 اون بول سون ديفيكتيوز يعني بي دو اكس كتساوي 3 3 هم ديفيكتيوز دونك نطبقوا ديك العلاقه اللي سني قلنا ديما كنشدو سي ك 3 دونك 15 ان كبيره كنضربوها في واحد على 3 دونك 15 واحد على 3 هي غتخرج لينا 5 3 من 5 فوا دونك عندنا ان 3 من 3 هي 0 3 ناقص 3 هي 0 دونك ان كبيره في 2 على 3 هي 10 مقسومه على سي 3 من 15 دونك غادي تخرج ليا هي دونك غتخرج لينا اسبوعها دونك خرجت لينا 10 مقسوم على 455 دونك خرجت 0.0219 دونك هذه النتيجه 0.0219 0.0219 دونك يعني الجواب الصحيح هو سي هي 0.0219 دونك هذا هو الجواب الصحيح دابا ننتقل للكيستيون 14 كيستيون 14 pour décrire l'influence aux urgences, le directeur d'un hôpital s'interroge sur le nombre d'adultes venant en urgence pendant une après-midi, en supposant que ce nombre suit une loi de Poisson de paramètre 3. Donc, on a une loi de Poisson, X suit une loi de Poisson de paramètre 3. Adamarov. Quelle est la probabilité pour que plus de 3 adultes viennent aux urgences cet après-midi? Donc, on a égalé la probabilité de plus de 3. Je ne sais pas plus de 3. Il y a une X akbar qat'an min 3. Donc, je ne sais pas la probabilité. Il y a 1 naqas la probabilité de X asghar min aw yisawi 3. Donc, il y a une 1 naqas. Il y a la probabilité de H. La probabilité de X est égale à 0. Il y a une égalité. Urgence زائد سنو نشوفوا الارقام اللي اقل من 3 اقل من تساوي ناقص probability de x égale à 1 la probability de x égale à 2 plus la probability de x égale à 3 دونك هادو هما الارقام لان قلنا اصغر من او يساوي 3 دونك حنا كنعرفوا بان العلاقه باش نجبدوا لا بروبابيليتي بالنسبه لوا دو بواسون مثلا لا بروبابيليتي دو اكس ايغال ا ك هي اكسبونسييل ديال ناقص البارامتر ناقص لامدا المهم ناقص لامدا لامدا هنايا هي لامدا هنايا 3 ناقص 3 فوا ف لامدا يعني فهاد لامدا هي 3 اس هاد العدد ك على ك عامل يعني كل واحدة من هادو راه خاصني نحسبهم نحسب ديال 0 ونحسب ديال 1 و 2 و 3 دونك هادشي باين المهم هنا انا درت الكالكول المهم نتوما تاكدوا من الحساب حيت هادشي في شويه ديال الحساب باش ما نضيعش الوقت المهم درت الكالكول ديالي دونك ممكن تستعملوا بالطابلو ديال بوسون راه كاين واحد الطابلو ديال بوسون معروف تنشوفوا ديما شنو كيكون في الطابلو الطابلو كيكون فيه الفالور ديال البارامتر لامدا والفالور ديال كا دونك مثلا الى مشيتوا تشوفوا ديال 0 ديال 0 غتلقاوها كتساوي ديال 0 ديال 0 غتلقاوها كتساوي 0.0498 دونك 0.0498 زائد ديال 1 ديال 1 الى شفتوا غتلقاها 0 ديال 1 هي 0.11449 زائد ديال 2 0.224 وديال 3 نيت 0.22 4 هادشي كاين فواحد الطابلو ونيت اللي درتو الكالكيل طبقتو هاد العلاقه يخرج المهم انت تجي تحسبوا هادشي الا درنا الحساب غيخرج لينا كيساوي لينا
دونك الحساب هذا دونك كومبيان غادي يخرج لينا شحال النتيجه شويه فيها لي كالكول هذا الشيء خرج لنا 0.300 0.353 دابا هنايا بحال لي كيستيون هادو كيكون عندها مشكل ديال لا ماجوراسيون واش كتماجوري ولا ما كتماجوريز تقدر ما تخرجلكش نفس النتيجه اللي داير البروف المهم هنا خرجت لي هاد 0 دونك خرجت لي فهاد الكيستيون هذا 0.353 مون جي سي با انا البروف كيفاش تحسبهاش يقدر يكون هذا هو ما كيماجوريس يقدر يكون المهم مون جي سي با انا غندير او لانني ماشي يخرج لي نفس النتيجه ديال هادي اون جي سي با يقدر الاستاذ الا ما كانش كيماجوري باغ اكزومبل تخرج لي هادي دونك مفهوم المهم غير لا فورميل كيفاش تحسبوا دابا اكزيست نيميرو 1 Une enquête sur le moyen de transport envisagé pour se rendre à une conférence a été menée auprès de 404. Les données suivantes ont été fournies, considérées comme les probabilités. Terrain, c'est facile à juger. Avion, c'est facile à comme ça. Auto, c'est facile à l'état. Terrain ou avion, c'est facile à 7,520. Avion ou auto, c'est facile à 8,000. Auto ou train, c'est facile à 4,000. Enfin, tout et les trois, 0. Donc, il y a هما لي دوني اللي عطينا دونك لي دوني اللي عطينا دونك عطاونا بان لا المهم تران نسموه تي مثلا افيون نسموها باغ اكزومبل ا او اوتو نسموه في فواتور اوتو هي فواتور دونك هادو هما لي زيفين دونك عندنا بي لو تي كتساوي 0.2 P2A, l'avion, 4,5. P du train, les voitures, 0.3. Auto, les voitures, 0.3. Gélique, train ou avion. Train ou, dimara ou, il y a les réunions, tihad. Donc, train ou avion. T-O-A. Égal 0.725. On a avion ou auto, on a la probabilité de A, auto ou V, V, on a de V, c'est ça, oui, 0.8. Auto ou train, on a la probabilité. Auto, on est V au train, T. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est facile. Enfin, les trois. Les trois, tous les trois nuls. Il y a qui fait les trois nuls. Les trois, il y a une qui fait les trois nuls. Dis-moi, il y a une qui fait les trois nuls. Il y a une qui fait les trois nuls. L'intersection. Donc, il y a une la probabilité de T inter A inter V l'auto égale à 0. Égale à 0. D'abord, la question, la probabilité de rencontrer un cadre favorable à l'un ou à l'un au moins les trois moyens de transport. Au moins, il est égal à au moins, à la kilomètre au moins, il est égal à O. Il y a la probabilité de quoi? Donc au moins, on a dit « au ». Et on a dit « la probabilité » de l'étihad de l'homme. On a dit « la probabilité de l'étihad de l'homme ». On a dit « la probabilité de l'étihad de l'homme ». L'avion, l'étihad de l'auto, V. On a dit « d'abord ». Il y a au moins, les trois au moins, une fois. Donc on a dit « la probabilité de T ». Donc, à chaque fois, il y a la probabilité de T, زائد la probabilité de A, زائد la probabilité de V, ناقص l'intersection d'elle, ou égale à 0, ou la probabilité de T, inter A, inter V. Donc, elle est égale à 0. Donc, il y a une chaîne qui est oui, elle est qui est la juge. A 0.5 وهذيك 0.3 دونك يخرج لينا 1 ها هو هذه 1 المجموع ديالنا هذه صفر دونك المجموع ديالهم هو 1
دونك الجواب الصحيح يخرج لنا واحد دونك اوكان ريبونس يخرج لنا واحد دونك كيسيون 16 لا بروبابيليتي دو رونكونتري ان كادر فافورابل ان كادر فافورابل او تران اي ا لافيون او تران اي ا لافيون شنو كتعني هذه يعني نحسبوا لا بروبابيليتي دو تران اي راه قال لي كلمه اي يعني انترسيكسيون اي لافيون دونك نحسبوا هذه Donc, il y a une probabilité de T intersection de A. Je ne sais pas si c'est ça, oui, la probabilité de T intersection. Afin de dire, moi, je ne dis pas que la formule qui va jeter, je vais vous dire. Je ne sais pas si c'est un peu indépendant, mais je suis indépendant. Donc, il faut bien la probabilité de H, la probabilité ديال مثلا تي اتحاد ا شنو كتساوي هي لا بروبابيليتي دو تي بلس لا بروبابيليتي دو ا موان لا بروبابيليتي ديال الانترسيكسيون ديالهم حنا كنقلبوا على هاد الانترسيكسيون دو تي انتر ا حنا بغينا هذا ها هو هادي اللي بغينا دونك هادي شنو كتساوي هي اش هادشي ناقص هذا دونك لا بروبابيليتي دو تي intersection de A et il y a la probabilité de T زائد la probabilité de A ناقص هذا la probabilité ديال les réunions P de T A اتحاد ديالهم donc هادشي راه كلشي عندنا la probabilité de T راه معطيه عليا la probabilité هي 0.2 طيب في المعطيات la probabilité de A راه معطيه حتى هي la probabilité de A هي 0.5 و سميتو هاد ديال هادي عفوا هادي راه الاتحاد هادي ماشي عاوتاه يعني هادي اللي هنا اتحاد دونك هاد الاتحاد ديالهم ها هو تي سميتو هي 0.625 ناقص 0.625 دونك الا جينا حسبناها غتعطينا 0.075 0.075 دونك الجواب الصحيح هو 0.075 Donc, waouh, ouais, c'est. C'est facile à savoir comme ça, c'est bien. Allez, c'est. Donc, de rencontrer, question 17, la probabilité de rencontrer un cadre favorable au train et la voiture. Et la voiture. Donc, on a et. Il y a une la probabilité du train inter la voiture. C'est ce que je vais faire. On a pris la probabilité de train inter la voiture. شي اللي كنقلبوا عليه حنا كنعرفوا بان لا بروبابيليتي دو طران ريونيون دو فواتور هي لا بروبابيليتي دو طران بلس لا بروبابيليتي دو فواتور موان لانترسيكسيون ديالهم بروبابيليتي دو تي انتر في تنقلبوا حنا دابا على هادي دونك يعني لا بروبابيليتي دو تي انتر في هي لا بروبابيليتي دو تي بلس لا بروبابيليتي دو في ناقص هذه probability de t réunion de v donc هذه اللي بغيناها probability de t عندنا هي 0.2 la probability de v عندنا هي 0.3 ناقص la probability ديال t réunion de v t réunion de v راه معطيه لي هي 0.4 معطيه هي 0.4 دونك ناقص 0.4 دونك يعني تخرج ليا 0.1 0.1 دونك النتيجه 0 هذه 0.5 ناقص 0.1 دونك 0.1 تخرج ليا 0.1 0.1 ما كاينش يعني اه دابا نمشيو للاكزرسيس 2 اكزرسيس 2 دونك عندنا اون اسوسياسيون دو ميكرو كريدي كلاس دي كليون اون 5 كاتيجوري ا بي سي دي او لو سيرفيس contentieux qu'on recommande de ne pas accorder des crédits de corps aux clients catégorie A, B, C. Ces se représentent respectivement 45%, 30% et 25%. Après une étude statistique sur contentieux, les services fournis les données suivantes. Donc, on a une étude statistique, on a le tableau. Donc, maintenant, les clients leur dossier accepté, les acceptent au dossier dialogue, on met l'état. Donc, maintenant, les acceptables les dossiers d'ailleurs, on a A,
بي اس 3 كليون هادو هما اللي اكسبتاو سميتو دونك هادو ريبريزونتنو يعني ان انا ا كيمثلو 45% من لي دوسي ايتيدي يعني 0 ل 45 تنحولوها سميتو بي كيمثلو 35% يعني 0.3 و انفان سي كيمثلو 0.25% يعني 0.25 كيمثلو من لي دوسي اكسبتي ريغلي ولا اكسبتي دونك دابا هاد لي دوسي ديال ا بي سي سون اكسبتي هو البروبابيليتي ديال كل واحد ياك دابا هاد كل واحد لي دوسي ديالو راه ممكن ريغلي سون انسيدون ولا ريغلي افيك انسيدون اما كيكون ريغلي سون انسيدون ولا ريغلي افيك انسيدون دونك هنا عندي نسمو مثلا ديال سون انسيدون ريغلي سون انسيدون مثلا انسيدون هاد انسيدون نسموها اي هذا هو انسيدون ومثلا اي بار هو سون انسيدون سون انسيدون دونك هادو هما لي زيفينمون دونك ا راه ممكن الدوسي ديالو يكون انسيدون ولا سون انسيدون لا ميم شوز بوغ بي انسيدون سون انسيدون اي لا ميم شوز بوغ سي انسيدون سون انسيدون هو عطانا لا بروبابيليتي ديال كل واحد بوغ ا سون انسيدون ها هو سون انسيدون بانسيدون 0.1 ها هو انسيدون 0.1 سون انسيدون 0.85 0.85 بوغ بي انسيدون 0.15 ها هي سون انسيدون 0.75 بالنسبه للسي انسيدون انسيدون 0.22 سون انسيدون 0.55 هاني درت لاخبر دابا نجيو نشرحو كيستيون 18 لا بروبابيليتي كان دوسي اكسبتي اي اون سويت سون انسيدون اي اون سويت سون انسيدون اكسبتي اي اون سويت سون انسيدون دونك هادي اش هادي لا بروبابيليتي توتال يعني نسبو لا بروبابيليتي توتال ديال اي بار لان اني كيعني بان الدوسي كيل كو سوا الدوسي واش ديال ا ولا بي ولا سي اكسبتي سون انسيدون اي بار نسموها اي بار دونك حسبوا لا بروبابيليتي توتال دونك هي شنو هي هذه هي لا بروبابيليتي دو ا انتر اي بار زائد لا بروبابيليتي دو كليون ديال بي انتر اي بار اي لا بروبابيليتي دو سي انتر اي بار سون انسيدونس دونك الى جينا نحسبوها دونك هادي شنو هي هادي هي دونك تمشيو ديال اي بار دونك ديما كنمشيو لهاد هادو دونك هادي هي هادي يعني 0.45 0.85 0.45 0.85 بالنسبه ديال بي ها هي هادي 0.3 0.75 وهادي هي 0.25 0.55 دونك نجي نحسبوهم دونك هذه هي دونك هي 0.45 فوا 0.85 زائد 0.3 فوا 0.75 زائد 0.25 فوا 0.55 دونك الى جينا حسبنا هذا الشيء خرج ليا 0 دونك نعاود الحساب زنا 0.745 دونك هذه النتيجه 0.745 دونك 745 ما كايناش دونك اوكان ريبونس كيسيون 19 لا بروبابيليتي كو لو ديسي دو كليون دو كاتيغوري اي ريغلي افيك انسيدونس دونك حنا كنتكلموا على الكليون ا ريغلي افيك انسيدونس ريغلي افيك انسيدونس المهم تابعوا يعني ان لو دوسي de A est accepté ou la régler mais avec incidence. Donc question 19, on calcule la probabilité que le dossier du client des catégories A est réglé et avec incidence. Yani chno, yani hasbou la probabilité de A et yani intersection de incidence. Yani chno katsawi. Hadi
ayant la probabilité de 1 de i. Donc il y a la probabilité. Donc on a quand même bien donc la probabilité, la probabilité conditionnelle, il y a la probabilité de i sachant a. كتساوي صفر فاصله واحد. دونك هادي شنو كتساوي؟ انا كنعرفو بان هادي هادي بروبابيليتي دو اي ساشون ا هي شنو كتساوي؟ هادي هي لا بروبابيليتي دو ا دو اي على لا بروبابيليتي دو ا. دونك كنقلبو على هادي، دونك هادي فوا هادي، يعني انها هي لا بروبابيليتي دو ا فوا لا بروبابيليتي دو اي دو ا. دونك هي A هي صفر فاصلة خمسة وأربعين فوا ديال البروبابيليتي ديال هادي هي صفر فاصلة واحد، دونك تساوي صفر فاصلة صفر خمسة وأربعين. فاصلة صفر خمسة وأربعين الجواب الصحيح هو 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 ب. كيستيون الأخير، شاسون كو لو دوسي إي ريغلي سون بروبليم، لا بروبابيليتي كو لو كليون سوا دو كاتيغوري ب سون بروبليم ساشون كو. دونك هنايا هنا لو بروبليم، donc sachant que le dossier est réglé sans problème, il n'y a qu'un la probabilité de son incidence est vérifiée. Quelle est la probabilité du client soit en tout cas, il n'y a pas la probabilité de B sachant I son incidence I bar son incidence I bar. Donc on a pas ça, donc on a pas ça, donc on a pas ça, donc on a donc la barre est là, donc on a dit nous qu'est-ce que c'est. Il y a la probabilité de i bar. Donc, on a la formule de base. C'est-à-dire, il y a la probabilité de i intersection i bar. Elle a la probabilité de i bar. C'est-à-dire, déjà, c'est une ce elle a comme 18. Donc, elle dit, c'est b intersection de i bar. Ouais, elle a. C'est facile à l'état, c'est facile à l'état. Donc, c'est facile à l'état. On droit bas. 0.75 مقسومة على probability ديال اي بار راه ديجا حسبناها لقينا فيها 7.45. دونك كومبيان نحسبوها؟ 0.302. دونك هذا هو لا بون ريبونس 0.302. دونك هنا ما كايناش، يعني جوج خلت ليها 0.302. دونك هذا هو الجواب الصحيح. نتمنى انكم استفدتوا من هذه ليكسبليكاسيون هذه اللي درت، ونعتذر الى درت شي فوت في الكالكيل ولا شي حاجه، اعتذر حيت مع رمضان الواحد راه بيان سور راه ما كيركزش في الحساب، لان شي في شويه ديال الحساب والاكزامان طويل ما ساهلش مقارنه مع لي زيكزامان ديالو ديال القدام، راه البروف شويه قصح هذا الاكزام هذا. نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، ورمضان الكريم وعطله سعيده للجميع، ونتمنى لكم ان شاء الله التوفيق في الامتحانات ديالكم. ولا كانت جات من جهتي شي حاجه خايبه ولا درت شي فوت شي حاجه ولا هذا، انا كنحاول ديما انني ندير الافضل باش نشرح لكم وتفهموا، واخا بعض الناس راه تيحاولوا يخرجوا شائعه ضدي في شي كلام ماشي صحيح. دونك نتمنى لهم ان شاء الله باش يكون واحد الاحترام متبادل ويخلوني افتقار عليهم، لانني انا كنحاول ديما اني نخدم في صالح الطلبه، وما همني لا شهره ما همني حتى حاجه، هدف الهدف الواحد ديالي هو ان شاء الله كل شيء ينجح وكل شيء يفهم، والدعوه المزيان اللي كتجي من عندكم هي احسن حاجه بالنسبه ليا. انا ما بغيت لا شهره لا فلوس لا حتى حاجه، بغيت انا غير الدعوه ديالكم مزيانه، واي واحد تفرج في هذا الفيديو وفهم شي حاجه وما بعد ياخذ شي حاجه يفهمها يدير معنا دعوه زوينه، لانه الدعوه الزوينه هي اهم حاجه. وانا كندعي معكم انتوما الله يوفقكم ان شاء الله في هذا رمضان هذا، وحنا في العشر ايام الاخيره من شهر رمضان المبارك، كنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله في الامتحانات ديالكم، والله يسهل عليكم وما تخافوا والو، لا يرجع لي في الرطراباج غير يحاول يبريباري مزيان، ان شاء الله ربي غادي يوفقه وان شاء الله غادي يفاليدي باحسن النقط. كان معكم الاستاذ كريم ايكونوميست، والى اللقاء في فرصه قادمه باذن الله تعالى.